مثل ما شفنا سلمى، التغيير بيتطلب الكثير من الإصرار وأنه يشتغل الإنسان على نفسه رغم إصابته بكثير من الإحباطات. ولنحكي أكثر كيف ممكن نغير هالشيء معنا غالية سعيد، دكتورة في علم النفس. يسعد صباحك ورمضان كريم غالية. رمضان كريم، صباح الخير وصباح كل الأشياء الحلوة يا رب. إن شاء الله هيك السماء تطلع بكل أحلامكم وأمنياتكم وتكون ترجع لكم بكل الشغلات الحلوة اللي بتتمنوها يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا لك غالية، وخلينا نبدأ معك من موضوع لليوم. عم نحكي عن تغيير السلوك، وهو يمكن أصعب أنواع التغيير اللي بيواجهه الإنسان بحياته يوميا. إيمت فيني أقول عن هذا السلوك أصبح عادة، وقديه بده من الوقت السلوك ليتحول عادة بحياة الإنسان؟ تمام يا صديقتي. هلا بالمجمل الإنسان هو عبارة، تعريفه إذا نعرفه بعيدا عن أنه هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس، هو مجموعة من السلوكيات والمعتقدات والعادات والتقاليد يلي بيجمعهم كلهم مع بعضهم حصيلة ممكن تجارب، ممكن أشياء الناس اللي حواليه، ممكن معتقدات أنا بثر لك إياها أو أنت تعطيني إياها فبتطلع عندي عادة. هلا هي العادة بعدين أو هذا السلوك في مع بعض على الصعيد الاجتماعي بيبين معي إذا أنا كان فعلا هل هذا السلوك أو هذا المنهج اللي أنا ماشي فيه هل هو فعلا عم يوديني لمكان إيجابي، عم يعطيني أشياء حلوة، ولا هو شيء سيء وعم يعطيني أشياء بسعر. هلا للأسف رح أقول لك إنه كتير إذا كلنا بنقعد بنحلل حالنا رح نلاقي كتير عنا للأسف عادات كتير بشعة وكتير سلوكيات بشعة، وإذا نتبع منين إجت لعنا بنقول لك إنه ما بعرف مين علمني عليها، ما بعرف مين دلني عليها، ما بعرف كيف طلعت أساسا، على اعتبار إنه في دراسة كتير قوية بتقول إنه العادات والسلوكيات البشعة أو السيئة للأسف هي بتطلع بلحظة الاكتئاب أو بلحظة اللاشيء. يعني دائما وقت بكون ما في عندي شيء او انا بحاله اكتئاب او انا بحدا ما كثير متناغم مع حالي او متصالح مع ذاتي بهالمرحله فبتطلع عندي سلوكيات بشعه، مثل لما حدا بيتعود على التدخين مثلا بيكون لا دائما بتلاقيه طالع من صدمه عاطفيه او من فشل عمل او من اي شيء فبيحاول يعود بسلوك سيء مثلا انه هو فرضا انه يصير يدخن هو من هي الاشياء. فلحتى انا افكر انه شو هذا سلوكي وكيف انا بدي عدله فالموضوع كثير صعب، هو ما له كلمه بتنحكى بال يعني بالعلن او هيك من سياق الحديث، الموضوع عن جد بده كثير شفافيه، بده حدا كثير يكون رايق مع حاله، وحدا عن جد يكون بايده ورقه وقلم، لانه بدون ورقه وقلم مستحيل نحن نعدل اي شيء، ويرجع عن جد بكل صراحه يقعد ويكتب مين هو وشو بيعمل وشو ما بيعمل وشو بيحب وشو ما بيحب. نعم. بعدين ينزل على أرض المعركة ويبلش يحلل فيهم. غالي، قبل ما نحكي بموضوع تغيير العادات السيئة، آراء الناس تختلف ومنظور طبعا. الصح والخطأ كمان يختلف بين الأشخاص، كيف فينا نعرف أنه نحن عنا عادة سيئة؟ تمام يا صديقتي. قبل ما ناخذ راي اي انسان على وجه الارض هو دائما بيكون في عندك هذا زمور الخطر خليني اقول اللي موجود بدماغنا، يعني كلياتنا بدون اي استثناء لما بنعمل اي سلوك ضمنيا بنعرف انه هذا الشيء ما له صح. يعني مثلا لما نتقاعس عن عملنا او بنضيع كثير وقت او بنضيع مثلا طاقتنا باشياء هي غير مفيده، فيك تقولي انه ما بتسمعي شيء من جوا عم يقول لك انه شو مشان كأنك أنت مانك تمام، بس مع التكرار السلوك فبصير الموضوع مثل بيتخدر عنا الإحساس بالحاجة أو بالتأنيب. هذا أولا أول شيء. هلأ لما أنا قطعت فكرة أنه أنا ما عاد سمعت صوت حالي وما عاد اعتبرت أنه أنا فعلا هاي العادة عندي إياها سيئة، ممكن وقتها أني أتجه للآخرين، بس نقطة كتير مهمة، مو كل الآخرين جاهزين لحتى يقيموا سلوكنا، أنه في كتير آخرين وللأسف تنطر هاي اللحظة اللي تفضلتي فيها بس لتقلي لا شو رأيك بسلوكي، وهي هون لح تفتح لك أشياء يعني من باب أشياء خاصة أو أنا ما بحبك أو أنا بغار منك أو 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 من الأشياء كلها. فيمكن يكون عندك بالعكس كتير سلوك حلو ويمكن تنميه، فأنا أجي حجم لك يا وقال لك أنه لا هذا السلوك ما أنا حلو. فأشخاص كتير محددين يلي بيأخذ رأيهم بسلوكك ألا وهن الأم والأب والحدا اللي كتير انتي حيادية معه، هدول الأشخاص ممكن لك انه يتاخد رأيهم بسلوكك. طيب الخطوة الأولى بحد ذاتها قديه مهمة بهذا الشيء؟ يعني الشخص لما بيكون لفترة طويلة تعود مثل ما بنقول يعمل شيء صحيح، أو أوقات هذا الشيء ممكن يكون إيجابي وأوقات ممكن يكون سلبي وهو ما أنه حاسس مثل ما قلتي لأنه خلص تعود ونسي صوت نفسه الداخلي. اللحظة اللي أنا بقرر هي ممكن تكون ناجمة عن موقف، ممكن يكون ناجمة عن مشكلة، فأنا صحيت وعيت قررت أني أنا أغير بهذا الشيء، ولا كيف أنا ممكن أكتشف بيني وبين نفسي أنه أنا عندي عادة سيئة؟ تمام يا صديقتي. غالبا نحن لما نغير اي سلوك امتى بنكتشف انه هذا السلوك تبعنا انه هو غير ضار وهو غير مناسب على الاقل لي، ما حقول اجتماعيا، لما مثل ما تفضلتي بيبعث لي ردة فعل سلبيه
فلنفرض انا حدا مثلا صوته كثير عالي، الى الان ما حدا واجهني انه صوتك عالي ومزعج، هذا السلوك سيء. الى ان صدمت مع شخص كثير بيعز علي وواجهني انه انت صوتك عالي فمزعج، هيعمل لك ابسط السلوكيات. هون ممكن تاثر انه انا مثلا علاقتي بهذا الشخص عم تتخلخل، عم تتوجع، عم تتضايق، فهذا الشيء بخليني اني انا رد عليها. ما في شيء بيعطيكي انذار انه سلوكك سيء الا لما تحسي بوجع هذا السلوك، والا دائما في اصوات من جوا عم تقول لك خليك مكمله الى ان تجي رده، الى ان يجي موقف، الى ان يجي اي شيء، الى ان يعمل هذا السلوك رده فعل بشعه او مؤلمه. هون بيطلع بقى الحسيب والرقيب اللي موجودين عندنا جوا انه انا ليش هيك عملت. بعدين لما بدي افكر اهم شيء، وهذا اللي احنا للاسف كثير 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 من العالم بتفتقر لهذا الموضوع، القرار. كلياتنا في اشطر منا، يمكن انا اول حدا بنجيب الورقه والقلم، بدي اعمل، بدي ساوي، بدي قرر، نكتب ورقه يمكن وجهه قفا والوان وزغارف ومننزل سوشيال ميديا وراح اعمل وراح قرر. بعد 3 ايام، بعد 3 ايام اذا كان القرار ما له متناغم مع القلب والعقل، انا باكد لك تماما بعد 3 ايام 80% من الاشخاص بتبلش تتقاعس عن هذا القرار وبتغير. بكره، اليوم، بعد بكره، يلا معنا وقت، ما بيصير شيء. لأنه إذا نرجع للفكرة الأساسية، هي العادة شو؟ جزء من شخصيتك، السلوك هو أنتي، لأنه أنتوا اللي تبنيته مثل ما أنا تبنيته، وجبت شوي منك شوي منه وشوي من فلان وشوي من حدا، بلورتهم بطريقتي ولبستهم أنا، فطلع عندي هذا السلوك. بيقولوا غالية الطبع يغلب التطبع، خلينا نحكي بالطريق لتغيير العادة. يمكن نمر بلحظات من الضعف من الفشل، خلينا نحكي عن مراحل اللي لازم نمر فيها لنقدر ننجح بتغيير عادة سيئة. هلأ لحتى غير أنا شيء ما بدي كتير أنه سهل الموضوع، لأنه ما له كتير الموضوع سهل، أسهل من أنه نتقمص عادة بشعة ولا أروع من هيك. يعني تقبل السلوك السيء للأسف قال ما بيتجاوز معك أكثر من يومين لثلاث أيام فورا ممكن تتقبل. أما التغيير، أما التغيير دائما بيقولونا مثال كتير حلو، إنك ترتب غرفة كتير صعب، بس إنك تخربها ما في أسهل منها، وطلعت الدرج مو مثل نزلته. هذا الأمثلة إذا ناخدها على حياتنا الواقعية هي فعلا، فأسوأ من إني أسهل من إني أخذ عادة بشعة ما في، وأصعب من إني صلحها ما في. لماذا؟ ليش؟ لانه الموضوع بيحتاج اني انا عن جد ارجع اقعد اخذ قرار. اذا انا قررت غير سلوك بس قلبي مو راضيه، بس عقلي عم بيقول لي ايه، برايكم بتغير هذا السلوك؟ حتلاقي كثير فيه صعوبه. اذا عقلك عم بيقول لك، اذا قلبك عم بيقول لك ايه وعقلك عم بيقول لك لا، رح تلاقي فيه صعوبه. حتى تغيري اي شيء وانت معتقده تماما بدك تجيبي موافقه قلبك وعقلك. انا ضد انه فكره المشاعر ما لازم تكون، لانه هي اساس ومحرك اساسي. بتجيبي موافقه قلبك وعقلك انه انا بدي غير هذا السلوك، بتقنعي عقلك ليش وقلبك ليش، وقتها كل الاشياء اللي موجوده بالدماغ ممكن تساعدك لحتى فعلا تغيري هذا السلوك. غير هيك للاسف رح اقول لك يكون كتابه على ورق وكلام كلام كلام، وهذا الكلام اخر شيء ممكن نوصل لمرحله نحن ما بقى نصدق حالنا، والاشخاص اللي حوالينا تقول له قديش قلت انه انت بدك تتغير وما تغيرت. هي فكره، الفكرة الكتير مهمة والأكثر من هيك، تخيل حالك بالسلوك الجديد. أنا مثلاً حدا كتير بضيع الوقت، بدي أتخيل أنه أنا عم رتب وقتي. كيف؟ بيقول لك دائماً بلشي بالمهمات الصغيرة. يعني مثلاً أنا بضيع وقت أنه أنا مثلاً ما بعمل دراسة، ما حقول لك عود دروس 4-5 ساعات، أنه مستحيل من حدا بضيع وقت لواحد يلتزم 4-5 ساعات، صعبة، لأنه الموضوع بده مرونة. خلينا نبلش فيهم بالدقائق، على المدى البعيد 5 دقائق ورا 10 دقائق ورا ساعة ورا ساعتين، بتصير نمط، بتصير عادة، فبترجع بتبدلي عادة بدل عادة. الوقت اللي قعدنا فيه بالبيت واللي كنا كتير كانت فكرة حلوة إنه نحن رجعنا فيها لذاتنا، لأنه ما كان في شيء نعمله غير نفكر، بعدنا أكيد كلياتنا كل تاريخ حياتنا لوحد ما وصلنا لهون، كانت فكرة كتير مهمة. أنا بتوقع إنه فعلاً اللي استثمرها يطلع هلا بسلوك جديد وعادات جديدة وأفكار جديدة ومعتقدات جديدة. اتوقع ان شاء الله انه في كثير ناس طالعه بفايلات من الافكار والمعتقدات والمشاريع والقرارات، وان شاء الله نلتزم فيها، بس بهيك بتوقع. اكيد يعني هي دائما الفكره او التغيير بيبدا بالقرار طبعا. يعني معلومات كثير اليوم عطتينا اياها غاليه، بنتمنى الكل يكون قدر من خلال كلامك يراجع شوي نفسه، نكون هيك فيقنا شوي في إن شاء الله من الصوت الداخلي اللي هو ما عم يسمعه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، كل السعاده يا رب وكل الامان، وبتمنى هيك من رب العالمين اكيد تكمل حياتنا بكل الاشياء الحلوه اللي بتتمنوها ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك غاليه. تسلمي لي.